مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال على كل متابعي برنامج عيون الحقيقة ومشاهدي قناة الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم وهنشوف حاجة يمكن الناس كلها عارفاها. تقرير بيتكلم على لسان الشرق كله، ولكن قبل ما أدخل أو أشوف التقرير عايز أقول إن تعودنا نشوف جميع القيادات وجميع الرؤساء دايما كان بيحاربهم عشان نفط، أو بيحاربهم عشان ذهب، أو يحاربوا عشان ياخدوا بلد. عمرنا ما شفنا إن جميع القادة في 2020 اتجمعوا علشان يحاربوا عدو واحد. العدو ده بعض الناس قالت عليه شبح، والآخر قال عليه مارد، وفي ناس قالت عليه الموت الأسود. إيه هو الموت الأسود؟ وإيه هو الشبح؟ وإيه هو المارد؟ كورونا، هذا المرض اللعين اللي حارب الناس كلها، واللي اتجمعت الناس كلها والقادة كلها عشان تحاربه، للأسف مش قادر عليه إلا بتدخل من عناية إلهية أو تدخل من الشرفاء. مين هم الشرفاء؟ الشرفاء هم أصحاب الراية البيضة أو أصحاب البلطو الأبيض. يعني مش هنقدر على العدو ده إلا بتدخل من عند الله، ثم المعاملة الجيدة من الشرفاء وعلى رأسهم البلطو الأبيض. تابعنا وشفنا حاجة جميلة جدا جدا انتشرت على السوشيال ميديا وعرفناها وجالنا تقرير عليها، ان في مواطن او طبيب شاب في محافظة البحيرة مركز كفر الدوار اطلق عليه الطبيب الغلابة. عمل حاجات كتير جدا جدا، ودكتور بطنة شاطر جدا وبيعالج كورونا. يمكن مش عايز يعني اذكر الاعداد المهولة اللي طلعت من تحت ايده. مش هنطول عليكم، تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن محافظة البحيرة مركز ومدينة كفر الدوار، معنا ومعكم الدكتور سعد محمد سعد أبو سمر. أهلا وسهلا فيك. أولا عايز نبذة صغيرة، أو مين هو الدكتور سعد أبو سمر؟ مع حضرتكم الدكتور سعد محمد سعد، أخصائي الأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي، جامعة الإسكندرية، عضو المجلس العربي للتخصصات الصحية، عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عضو الزمالة المصرية للأمراض الباطنية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. قبل ما أبدأ، يمكن الناس كلها بتقول كورونا، وفي ناس دلوقتي بتسمعنا السادة المشاهدين النهارده بيقولوا يعني إيه الجديد اللي هنتكلم فيه؟ قبل ما أبدأ في الجديد عاوز أقول مين هو دكتور أو مين هو طبيب الغلابة؟ سمعنا عن طبيب الغلابة قبل كده، ولكن أعلم جيدا أن طول ما في شرفاء في هذه البلد فهنلاقي كتير من أطباء الغلابة. ليه أطلقوا عليك طبيب الغلابة؟ طبيب الغلابة لفظ أطلق على مجموعة من الأطباء، ويمكن أهالي كفر الدوار لقبوني باللقب ده لان انا ومجموعه برضو من الاطباء مشتركين في حاجه اسمها العياده المجانيه، ان مجتمعين ان اي شخص غير قادر ماديا ممكن يجي لنا العياده في اي وقت بدون اي مقابل، واحنا هنستقبله مهما كان العدد 2 3 4. فعشان كده انا بشكر اهالي كفر الدوار او بعض من اهالي كفر الدوار اللي اطلقوا عليا طبيب الغلابه. يمكن انا سالت عن الموضوع ده فعلا وعرفت ان في حاجه اسمها عياده مجانيه بتخدم اهالي البحيره وسيادتك على رأسهم، ولكن عرفت ان العيادة اتفقت مع بعض الأطباء او كل الأطباء ان يجي لك حالة او حالتين في اليوم الا حضرتك. انت اللي قلت الوحيد لو جالي 20 حالة في اليوم انا مش همانع. فعلا دي حقيقة طبعا، لان المريض ده ليه حق علينا، وانا بعتبر ان المريض ده كرامته من كرامتي وكرامة اي حد، والمريض ده للأمانة هو أخ ليا أو أخت أو مريضة تعتبر أخت ليا،
فمن حقها في أي وقت تيجي العيادة لو قدراتها المادية غير ما تسمحش تيجي هنا وإحنا نستقبلها بكل ترحاب. طبعا كنا عايزين نبدأ على موضوع فيروس كورونا وأخطاره ومعالجته، ولكن أنا سمحت أو عرفت إن في فيروس جديد تم رصده في جنوب شرق بريطانيا وانتقل إلى هولندا ثم إيطاليا. هل هو الفيروس ده الجديد ده نفس فيروس كوفيد 19 ونفس خطورته ولا؟ طبعا الكلام قبل ما ابدا كلامي لازم اقول ان الكلام اللي هقوله ده كلام نزل يمكن امبارح او اول امبارح في المجله البريطانيه، يعني مش كلام من تاليفي، لا ده كلام الناس اشتغلت عليه، الناس اللي بره اشتغلت عليه، ان الفيروس ده حمض اميني في شفرات جينيه معينه، ان في بعض الشفرات الجينيه حاجه اسمها N79 وN69 اختفت من الفيروس السلاله الجديده اللي موجوده. الى الان وصلوا ان نسبه انتشارها 70% اعلى من فيروس كوفيد 19 ونفس السلاله، بس اختفت منه بعض الجينات الوراثيه، بس سرعه انتشاره اعلى. لكن هم بيقولوا لغايه امبارح ان شراسته اقل مش اقوى ما دام اختفت الجينات الوراثيه دي، واختفاء الجين الوراثي في بعض الفيروسات بيقولوا ان هو يدل على ضعفه مش قوته، ولكن سرعه انتشاره اعلى. طيب ايه الفرق بينه وبين الكوفيد 19؟ طبعا قال الكلام برضو اللي اتقال امبارح في المجله البريطانيه ان مفيش اختلاف كتير، هو اختلاف الجين الوراثي بس الفكره ان اختلاف الجين الوراثي ده ان احنا كنا بنعمل حاجه اسمها بي سي ار ده بيقول لنا الحمض الامين اللي موجود في الفيروس كنا بنعرف عن طريقه الفيروس كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس. الاختفاء الجين الوراثي ده ما بقاش يقدر يوصلنا ان احنا نقدر نكتشف الشخص ده عن طريق المسحه ان هو عنده مرض كورونا فيروس ولا لا، ودي هي دي المشكله. يعني ممكن يجي المريض باعراض واعراض كورونا من السلالات الجديده، بس لما هنعمل مسحه مش هنلاقي الفيروس لان الجين الوراثي بتاعه اختلف، فهننتظر لحين ما يعملوا لغايه ما يعملوا البروتوكول الجديد للمسحات عشان يتعرفوا على الجين الوراثي الجديد في الفيروس الجديد. انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هعمل ايه؟ انا هنتظر، انا دلوقتي مريض كورونا. انا هعمل ايه لما اجي لسيادتك دلوقتي وتقول لي، هتقول لي انتظر ولا هتعالجني بايه؟ ولو عالجتني قول لي ايه العلاج اللي انت هتدوني عشان امشي عليه؟ بص يعني هو طبعا مريض كوفيد 19 او مريض كورونا فيروس بيختلف علاجه من شخص لاخر، هو مش بروتوكول ثابت برضه عشان الناس تبقى فاهمه، مش حاجه معينه احنا كلنا بنمشي عليها. يعني هندي مثال بسيط عشان ما نطولش على الناس في الكلام ويكونوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، ان مثلا الشخص اليونج ايج يعني الناس اللي هم صغارين في السن لهم بروتوكول معين غير الناس الاولد ايج الناس اللي هم كبار السن. مريض الضغط ليه بروتوكول معين غير مريض العادي، مريض السكر ليه بروتوكول معين لان في ادويه معينه احنا بنستخدمها بترفع السكر، والكوفيد 19 نفسه بيرفع السكر. بس في ثوابت يا دكتور، يعني انا النهارده في حاجه ثوابت انا باخدها، انت حضرتك مثلا موضوع كسكر انا ازود كذا، ضغط بزود كذا، لكن ايه الثوابت الموجوده اللي لازم انا اخدها؟ بص حضرتك برضو الثوابت دي بتختلف حسب التشخيص وحسب وجود الحاله، يعني مثلا واحد عنده ارتفاع في الحراره اكتر من يومين ثلاث اربع ايام، ده لازم نشخص المريض ده ممكن يكون بكتيريال اوفر ادد فيروس انفكشن، يعني بمعنى ان الشخص ده عنده بكتيريا فوق الفيروس ودي اللي مسببه له الحراره، فلازم ندي انتوبيوتيك مضادات حيويه بجرعه كافيه وبكميه كافيه. تاني نقطه بعض البروتوكولات بتقول ان المضاد الحيوي نورولز، يعني هو فعلا المضاد الحيوي ملوش قاعده او ملوش دور ان ده فيروس وده بكتيريا، لكن لاحظنا من شغلنا ومن خلال متابعه الحالات ان احنا الناس اللي ما بدأناش معاهم بمضادات حيوية قوية في الآخر الفيروس ده جه عليه بكتيريا وممكن تدريويت الحالة، فإحنا ده بيبقى حسب تشخيص الطبيب اللي موجود، لكن إن إحنا حاجات معينة ثابتة ممكن يعني نقدر نقول عليه ثابت اللي هو مثلا الزنك الزيثرول البنادول، دي الأعراض اللي هي الإيه؟ الأعراض الخفيفة. هل أعزل نفسي لوحدي ولا لازم أبلغ وزارة الصحة؟ تمام، دي نقطة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها النهاردة، ودي أساسي في النقطة المهمة اللي أنا هتكلم فيها. المريض أول ما يبتدي يحس بأعراض لازم طبعا يتوجه للطبيب فورا،
لو في سخونيه اكتر من 3 ايام، لو في رشح، لو حس ان في همدان في الجسم، لو حس ان في صعوبه في التنفس، خصوصا ان حس في صعوبه في التنفس، يبتدي يتوجه الى اقرب طبيب له او مستشفى. مش هيقدر يروح مستشفى او خايف من المستشفى، اي طبيب. محدش بيتاخر عن اي حاله مرضيه، سواء كورونا او غير كورونا. اي طبيب مننا في اي حته في كفر الدوار، خصوصا ما فيش طبيب بيتاخر، يتوجه طبعا للطبيب. الطبيب بيقوم بعمل الفحوصات اللازمه، بيقوم بعمل الاشعاعات المطلوبه، بنقيس نسبه الاكسجين. لو نقول المريض ده ان هو ممكن يتعزل في البيت، بنقول له البروتوكول بتاع العلاج نفس البروتوكول بتاع وزاره الصحه، بنقول له هيمشي على كذا وكذا وكذا، ويعزل نفسه في البيت. وبنقول له على طريقه العزل هيمشي عليها ازاي، بنقول له ان هيقعد في غرفه ما ينامش مع حد، هينام لوحده. لو طبعا احنا عندنا صعب ان احنا يكون عندنا معظم الاسر المصريه ما عندهاش بيوت كبيره، فهو كله في الغالب هم اوضتين او 3 اوض ناس موجودين فيها. فبنقول له المريض ده هيعيش في اوضه لوحده، لما يتعامل معاكم يتعامل من خلال ماسك وعلى بعد مسافه متر او مترين، والحمام يخش لوحده وياكل لوحده في ورق فويل. واللي هيتعامل معاه، انا شخصيا لما بتابع الحالات بقول اللي هيتعامل معاه المريض يكون حد يونج، يعني حد صغير السن، ما عندوش امراض مزمنه، ما هيش واحده حامل، ما هيش واحده عندها اي امراض مزمن، عمرها صغير. دي اللي هتتعامل مع المريض، تتعامل معاه من خلال الماسك، بنقول لها على التعليمات. يعني بنصح اي مريض عنده مريض كورونا ما تخليش كل البيت يتعامل معاه. اللي هيقدم له الخدمه الطبيه والخدمه العلاجيه هو شخص معافى صغير السن، ليس لديه اي امراض مزمنه. طب دكتور، انا عايز برضه يعني النهارده حضرتك بتقول ان اي حد ممكن يجيله الفيروس. تمام. كده بقى امشي براحتي، اعمل اللي انا عايز اعمله، ما البسش كمامه، خلاص ما انا كده كده هيجيلي. هل فعلا اعمل كده بقى، ولا تنصح بالشباب وتنصح الناس بايه؟ لا طبعا، احنا هنتكلم بقى باختصار كده في نقطه مهمه. مش كده كده هيجي لك انت، ربنا ممكن يكون كاتب لك وما يجيلكش، لكن احنا هنتكلم حاجه اسمها فايرال لود. فايرال لود ده اخطر ما في الموضوع، بمعنى ان في فرق لما تكون لابس الكمامه وشخص لابس الكمامه، وحتى لو انت هو انفكتد وانت تعرضت للفيروس منه، لما انت لابس الكمامه كميه الفيروسات اللي هتخش جسمك هتكون اقل. لو انت مش لابس الكمامه وعمال تحتك بالناس، بدل ما كان بيخش لك كميه قد كده من الفيروس هيخش لك كميه كبيره. كده الموضوع هيكبر معاك، ده حاجه خطيره جدا لازم نقولها. الفيرال لود يعني كميه الفيروس اللي انت بتتعرض لها قد ايه؟ السؤال ده يا جماعه انا اتعمدت ان انا اساله للدكتور سعد، لان هو الدكتور بيقول ان ممكن يجي لك الفيروس حتى لو انت محافظ على نفسك. بس هنا في ملحوظه، انا قلت له ان كده كده خلاص ما البسش كمامه بقى امشي براحتي. رد قال ايه؟ ان الفيروس كميه معينه، يعني ممكن يجي لك لو انت عامل كل احتياطاتك هيجي لك فيروس بسيط هتتعالج منه، غير ما يكون فيروس كتير مجموعه كتيره يقضي على حياتك. صح يا دكتور؟ صح طبعا. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها البروتوكول بتاع العلاج، دي نقطة أخيرة يعني كنا هنتكلم فيها. لا، الفيروس كنفسه ممكن ما يكونش له علاج مباشر، لكن هو الفيروس احنا نقول باختصار كده ان هو ممكن يسبب جلطات، ممكن يسبب فشل في وظائف التنفس، ممكن يسبب فشل في وظائف الكلى، ممكن يسبب فشل في عضلة القلب. طيب احنا المهم في العلاج ده ايه؟ ان احنا الكورتيزون ده مهم جدا، مذيب الجلطات مهمة جدا، مهم جدا 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 ان احنا مش الفيروس مش موجود، ان انا مجرد ان انا عملت له اول تحليل اللي هو الناس اللي عماله دلوقتي تطلع السي بي سي والسي ار بي وتقول لك السي ار بي ده، انا بكلم الناس طبعا وفاهمين كلامي ايه. السي ار بي ده بيقول كميه الفيروس، لا، السي ار بي ده بيقيس النشاط الالتهاب اللي موجود في الجسم وليس الفيروس اللي موجود في الجسم، عشان بعض الناس تقول الفيروس بقى 12، الفيروس بقى 16، الفيروس بقى 48. لا، انت لو عنده شويه التهابات في المفاصل هيطلع عنده السي ار بي ده عالي، احنا بس بنقيد بيه مدى الالتهاب. تاني نقطه مهمه جدا، احنا ليه بنقول نتابع عشان نحافظ على الكلى. يعني احنا انا بالنسبه لي كل فتره يومين ثلاثه مع المريض ده لازم اعمل له تحليل وظائف كلى، عشان في حاجات معينه ما تتعطاش. مثلا يعني الكليكسان مثلا ممنوع يتعطى لمريض الكلى، الهيدروكين ممنوع يتعطى لمريض الكلى. لازم اعمل للشخص ده تحليل جلطات، ده مهم جدا، لان ممكن انا شفت حالات كان تحليل الجلطه سلبي بعد يومين لقيته 2000، فده ممكن يودي الجلطه في المريض. لو انت مش متابع المريض ومتابعه صح ممكن المريض يخش منك في جلطه. شكرا لك دكتور سعد محمد سعد وسمرة، وطبعا النهاردة يمكن أنا سعيد أكتر من السادة المشاهدين واستفدت كتير من سيادتك، وشكرا على الأعمال الجميلة اللي احنا سمعناها، مع جزيل الشكر.
شكرا لحضرتكم جدا، وانا سعيد طبعا ان انتم شرفتونا النهارده وتناقشنا في بعض الامور، وربنا يجعله خير كده باذن الله ان شاء الله. واخيرا اشكر الدكتور سعد محمد سعد ابو سمره الذي يلقب بطبيب الغلابه، ومناشد جميع القيادات والمسؤولين ان تضعوا الاوسمه والنياشين على هذا البطل ابطال البلط الابيض. شكرا، خليكم معانا، نرجع للاستوديو. تقرير جميل، ويمكن أنا شخصيا استفدت منه حاجات كتيرة جدا جدا، وبشكر فعلا الدكتور سعد محمد سعد أبو سمرة. وعلى فكرة يا جماعة، هو وجميع الأطباء أو مجموعة الأطباء اللي موجودة في العيادة المجانية، عيادة مجانية فيها جماعة تخصصات يمكن هو قالها. بشكر الإعلامي أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي العام المصري اللي سمح لنا إن احنا ننشر نص صفحة أسبوعية بالعيادة المجانية. شكرا لجميع الأطباء مرة أخرى، وعايز أرجع وأقول للسادة المشاهدين إن إحنا كبرنامج عيون الحقيقة بنستقبل قضاياكم، نستقبل شكواكم، نستقبل جميع المواهب الفنية والرياضية لتلح على شاشة جميلة، شاشة الصحة والجمال، وكل حاجة بالمستندات. أما بالنسبة للطبيب الدكتور سعد أبو سمرة، يمكن في ناس تقول انا بعمل ليه شهره او بعمل ليه دعايه، لا والله هو طبيب فعلا مشهور جدا جدا في كفر الدوار، واحنا اثبتنا الكلام ده بتقرير من الشارع. تعالوا نشوف التقرير ونشوف الناس بتقول ايه عن الدكتور سعد محمد سعد. تعالى نشوف مين هو سعد ابو سمره دكتور الغلابه المشهور في كفر الدوار. انا شغاله معاه، فانا بص مش عايزه اقول لك هو دكتور، يعني كفايه ان هو مسمينه هنا دكتور الغلابه، وهو اصلا في عياده مجانيه بيجي له ناس كتير، ومهما يجي له لو اليوم كله قضاه ان هو ما يحاسبش الناس مش مشكله عنده، المهم ان المريض يتعافى. سعد من اشهر الناس في البحيره، تخصص البطنه وتخصص الكورونا، من اشهر الناس، مشهور بدكتور الغلابه من اللي بيعمله مع الناس. مدام ناهي سكرتيرة دكتور سعد، تقولي ايه على دكتور سعد؟ دكتور سعد اشهر دكتور بطنه، واشهر دكتور معالج للكورونا في كفر الدوار، ويعني الناس هنا تعتبر اطلقت عليه دكتور الغلابه. يعني كان عايش في وسطينا، هو حاسس يعني قبل الناس كلها اهله. دكتور محترم وكويس وشاطر، وبيعالج بطنه كويس، وبيعالج كورونا كويس. بتقولي على دكتور سعد؟ الله يسلمك يا عم، البركه في الدكتور سعد، في البركه، احنا بنحبه وبنرجع عنده على طول. دكتور محترم جدا جدا، بيعمل الناس احسن معامله. بتاع لازم غلابه، يعني في ناس بتيجي تكشف وهو كمان بيجيب لها علاج من معاه. هو دكتور كويس جدا، وما يعني شاطر يعني. شكرا. ايه راي حضرتك في الدكتور سعد ابو سمره؟ الدكتور سعد ابو سمره من الشخصيات المحترمه، راجل ما بتخافش عليه، واحنا هنا عندنا في قفص الدوار بنسميه دكتور الغلابة. عندك حاله من البيت بيجيلها ما بيتاخرش على حد خالص خالص، وكشف فوقه، وتقريبا من احسن الناس بتعالج الكورونا في مصر. والله دكتور سعد ابو سمره راجل محترم، دكتور كويس جدا. مش بقول كده بس، لان انا كان ليا اصحابي حالات ميتة بأمانة، يعني حالات ميتة هو مش هيحياها، لكن هو بخبرته واللي اكتسبه كله طول السنين
كلهم ربنا اكرمهم وخفهم وعلى يدي واصحابي وامهات صحابي. دكتور محترم وبيحط لو حاله عاوزه علاج هو كمان بيحط من معاه وبيحط علاج من معاه. دكتور سعد ابو سمره دكتور بيعالج الكورونا شاطر جدا في موضوع الكورونا ده. رأي دكتور سعد ابو سمره راجل بيفهم على مستوى البحيره تما وبيفهم في البطنه والكورونا. دكتور سعد ابو سمره يعتبر اشهر دكتور بطنه عندنا في كفر الدوار واحسن دكتور يعالج مرض الكورونا. شفتوا يا جماعه التقرير وشفتوا راي الناس. في من الطبيب الف طبيب. البحيره شفنا فيها مجموعه من الشرفاء كتير جدا جدا. جالي اتصال من بعض الساده المشاهدين بيقول لي انا عايز اسمع منك بصراحه كم عدد الوفيات وكم عدد المصابين. انا عايز اقول له لو واحد مصاب او الف انت شغلك ايه؟ انت عارف ومتاكد ان جوه الشارع ذات نفسه بتاعك في كورونا موجود في مصر كورونا موجود في العالم كله كورونا. بدل ما تسال السؤال ده وتهتم وتخوف نفسك لا انا بقول لك حافظ على نفسك اسمع كل الارشادات الموجوده من وزاره الصحه واتبع التعليمات وحافظ على اولادك وحافظ على اسرتك وخاف على نفسك وخاف على اهلك. هو ده المطلوب منك مش اكتر من كده. اما طاعون او مرض او فيروس احنا كان في 1720 ده انا هذكر حاجه صغيره خالص يعني كان في 1720 دخل مرض الطاعون مدينه مارسيليا وقتل 100,000 شخص. ودخل 1820 مرض الكوليرا جنوب شرق اسيا 90,000 شخص. وفي 1910 دخل الصين مرض اسمه منشوريا وقتل 600,000 شخص. و1976 مرض الايدز وقتل او اصاب عفوا 36 مليون شخص. في 2009 دخلت انفلونزا الخنازير وقتلت 18,000 شخص. والنهارده في 2020 دخل علينا فيروس كورونا. وربنا يستر. حافظ على نفسك وخليك في بيتك. وبطمن الساده المشاهدين اللي سالوا عن المستشار مصطفى الشربيني ان شاء الله هو معانا الحلقه الجايه بمفاجاه كبيره جدا جدا. انتظرونا كل يوم حد في برنامج عيون الحقيقه. بحبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.